جيتكم في هاد لا فيديو. هاد لا فيديو هذا جبت لكم با بالوني ديال ساندويتشات كيجي من فوق خاوي من الداخل، ما فيه لا الباب لا حتى شي حاجه. ديريه لوليدات كاكايا للغدا، اللي جات ياكل ساندويتش وكتهناي، اولا كديريه للعشاء. انا قدمته هكايا، درتو العشاء، درت معاه سلطه دو فروي. تقدري ديريه بلاصه سلطه دو فروي، دير معاه واحد الصوبه. المهم تنقول لكم بالصحه والراحه، ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاج، وحتى الفيديو الماجي ان شاء الله. دابا غادي نبداو ان شاء الله باش نصايبو هاد البا بالوني ديال لي ساندويتش. عندي كاس شباري هكا ديال الحليب، حليب دافي. كاس شباري ديال الماء حتى هو دافي، ما غاديش نديرو كله. عندي هنايا السكر سكر، هذا سنيده، عندي معلقه ونص ديال السكر اللي درت، وعندي هنايا حليب بودره، درت جوج معالق كبار ديال الحليب بودره، وعندي هنايا معلقه ونص ديال الخميره ديال الخبز، معلقه ونص ديال المهم معلقه كبيره ديال الحريره. هو اللي غادي ندير. عندي هنايا كاس ديال السميده، السميده تكون رقيقه، وعندي هنايا كاس ديال لافارين، سمحوني انا كنهز يدي، كاس ديال لافارين. هذا غير غادي العجينه الطريقه ديالها باش كينجح لينا حنايا هاد الخبز هذا، وباش كيجينا من فوق يجي من فوق وخاوي من الداخل. هادشي باش خاصنا ضروري نديرو هاد الطريقة هادي، نتبعوها، إلا تبعناها راه غيصدق لينا إن شاء الله. الملحة غنديرها من بعد، غادي نغطي عليه ونخليه حتى كيتنفخ ليا مزيان مزيان، عاد باش كنرجع ان شاء الله نبقى كنبقى نزيد لافارين ونعجن، نزيد لافارين ونعجن، وغتشوف معايا ان شاء الله. دابا تنفخات لينا هاد الخميره مع هاد الطحين اللي كنا درنا معاها، غادي نحركوها مزيان. غادي نديرو واحد المعلقه ديال الزيت، معلقه وحده ما نفوتوهاش، غادي نديرو الملحه نحسب الطوق ما نساوهاش، ونبقاو كنديرو في الطحين حتى كتجمع لينا هاد الخليط هذا. طحين ما عارفين شحال غادي نديرو، واش غيهز هاد الكيلو كامل واش ما غاديش يهزو، المهم حتى كتجمع لينا هاد الخليط هذا، وتندلكوه مزيان مزيان، ضروري ندلكوه. كنديرو واحد القطيره ديال الزيت كندهنوه بها، وتنغطيه ونخليه حتى كيخمر عاد باش كنبقاو نقطعوه. باش ما نطولش عليكم لا فيديو، غادي نجمع هاد العجينه ديالي عاد نرجع معكم ان شاء الله. راه ما غنزيدو حتى شي حاجه، غير الخدمه نخدموها وتليك، وكما قلت لكم الطحين غادي نبقاو نزيدو الطحين، نزيدو حتى دير ماء. وحاجه اخرى ما نساهاش، ما تجريوش هاد العجينه بزاف، ما تخليوهاش قاصحه، ولكن المراه ما خصهاش تجرى، ملي كتبقاو تلقوها بالمدلك خاص العجينه تكون شاده راسها،
باش باش هاد العجينه الى بغيتوا تصدق لكم راه خصكم تخدموها، هي سهله سهله ولكن خاصها تخدم الطريقه الواحد يتبعها مزيان مزيان. دابا منين خمرات العجينه ديالنا ها هي سدينا عليها حتى خمرات، خاص العجينه تكون مخدومه هكا يا ها شفتوا هكا. انا غنديرهم غير بين وبين ما نكبرش بزاف، تقدو ديرهم صغارين كاع وتقدو ديرهم هكايا مستطيل الا كان شي بيفي ولا شي حاجه ديرهم غير صغار، ولا كان هكايا غير ماكله لوليداتكم كبروا شي شويه. غادي نبقى نشوف هكايا اللي جاتني شويه صغيره غادي نزيد فيها ونخدمها هكايا بيدي هكا. ملي غادي نكملهم غادي نغطيهم ونخليهم حتى يترخاو شي شويه عاد باش غادي نبقى نطلقهم بالمدلك. عندي البنات هاد الطحين هذا انتم كتشوفوا مخلطه لافاهين مع السميده الرقيقه، هي باش غادي نطلق هاد الخبز ديالي. ملي كنردو هكايا ها تنغطيه ما تنخليه شي عريان، تنخليه حتى كيرتاح وتنبقى نطلقو بالمدلك. هاد الخبز الا بغيتوه يجيكم صادق ضروري تلقوه بالمدلك، تلقوه كما قلت لكم بالطحين، ولكن الطحين ما تكتروش بزاف. انا راه واخا تشوفوا هكايا راه ما مكتراش، رقوه باش منين ديروه في المقله يتنفخ لكم. حنا عندنا الغرض بهاد هاد 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 الخبز هذا خصو يتنفخ، الا ما تنفخش راه ما صادقش. ملي تبقاو تحطوه هكايا حاولوا تبعدوه، فرشوا ليه الطحين وبعدوه باش ما يتلصقش لكم، باش ما يعذبكمش في هذا. ملي تبقاو طيبوا الخبز هزوه على خاطركم. ومن بعد ملي كان هذا كنحاولوا نزرعوا يدينا شي شويه لقاش انا الخمر ليا في يديا، نخليه حتى يخمر ملي كنطلقوه نخليه عاوتاني يخمر واحد شويه وصافي كنبداو نطيبوا الخبز ديالنا.
كي شتوا البنات المقله خاصها تكون سخونه البوطه ما نكونوش ناقصينها. منين نبغوا نهزوا هاد الخبيزات ديالنا هاد البابالوني ما خصناش نتقبوهم، خصنا نحاولوا عليهم يشيوا بشويه. هاد البابالوني ها هو راه كيتنفخ، شوفوا ها نتوما داير بحال شي بالو. نبقاو ندوروه غير نحطوها في المقله، غير نحطوها ونعاودوا نقلبوها باش كتنفخ. الا خليتوها حتى طابت من واحد الجهه راه ما غاديش تنفخ لكم. الا عاودتو جربتو هاد البابالوني ما تعاودوش تقدو ديرو المطلوع، على حقاش هذا راه تيكون خاوي من البابه. ها نتوما كشتو كي كيجي محمر ما تيبقى لا بيض لا حتى شي حاجه. الخبز ديالنا ها هو طيبناه البنات، سليناه، ما نحتاجو لا موس لا حتى شي حاجه، غير هكا غير بيدينا. ها نتوما كتشوفو ها نتوما البابالوني هو هذا. ها نتوما اختي طيبيه بالليل وجديه، والصباح ان شاء الله غير عمريه، واللي جا في وليداتك من المدرسه عطيه ساندويتش وكاس ديال العصير، وها انتيا مهنيه من الغداء ديال وليداتك او العشاء. شتي هانتوما الا درتي هاد البابالوني راه ما تبقايش تفكري ديري داك المطلوع اختي اللي عامر باللبابه. دابا غادي نحلو وغادي نعمرو، وانتوما غادي تعمروها البنات باش ما بغيتو. انا ها باش غادي نعمرو الصدر ديال الدجاج لي فريت ومطيشه وشلاضه. اللي تيبغي البصله، انا ولادي ما تيبغوش ليا البصله تيبقى ينقيو فيها، صافي غندير بلا بصله. ايوا دابا غادي نعمرو غادي نرجع معكم.